بعض الوصايا السريعة الرمضانية التي لن تطبقوها ولكن يجب أن أقولها كي أحاججكم يوم القيامة إن شاء الله، وتعلق في رقابكم، فرصة أن الإنسان يتعلق في رقبة أي إنسان صالح. وأنا نزكيكم على الله، فحسناتكم كثيرة وتطبيقاتكم لما تسمعون نقاط. فما هي وصاياي قبل دخول الشهر الكريم؟ بعض الوصايا في رمضان. الوصية الأولى الغير مطبقة، أذكركم أنه اسم الشهر الصيام، صوم رمضان مش أكل رمضان، لا صوم رمضان، وهذه الوصية الأولى الغير مطبقة. خلاص تمام. المنظر الذي سوف تراه من الغد وبعد الغد إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، كأن مجاعة ضربت مدننا وأن حربا ضروسا قادمة علينا، وأننا لا بد من تخزين هذه الأمر حتى لو قامت الحرب العالمية الثالثة، ضمن كل مسلم أن عنده من الأرز وعنده من الخزين المعين الذي يطمئن به معدته الخاوية صار مؤمنا. فبالتالي المنظر الذي تراه يجعلك تشعر بالأسى والحسرة عندما تقارن بين أسلافنا من الصحابة والسلف الصالح وبين الخلف الذي يحول هذا الشهر إلى شهر عجيب. هذه الوصية الأولى غير المطبقة. تمام. الوصية الثانية، يوم الاثنين بالليل إن شاء الله، الثلاثاء بالليل بإذن الله، أذكركم بأن يزن كل واحد منكم نفسه. وأنا عارف أن زوجتكم كلهم يعني إلا من بسيط يعني عندها ميزان في البيت، استعير منها الميزان، خلي بالك أنت، بس مش ميزان الدقيقة بسبع جرام، لا ينفجر، لا ميزان بتاع الطن بتاع الحمولات، عارف على الطريق في تريلات بتحمل ايه بضائع، يقول لك 70 طن، او ده الميزان اللي هو الايه الذي يستطيع ان يزن فضيلتك يعني عشان تقف امامه او عليه يعني فلا ينفجر مؤشره. الله يرضى عليك، اوزن نفسك. خلاص فرضنا جدلا انك 70، خلينا في الراحة يعني تمام. ليله العيد ان شاء الله لو كان وزنك 70 يوم 29 شعبان و90 ليله العيد، يبقى تعالى ايه بدعي لي بظهر الغيب، خلي بالك انت باذن الله اذا وجدت تنفسا تتنفسه. خلاص 70 اول رمضان يبقى 67 اخر رمضان، 68 معقول يعني بر الشيخ في نص كيلو، يا رجل دي صعوبة دي؟ برني في نص كيلو بس، انا مش طالب اكتر من كده يعني. شو نص، شو نزل المزاد لنصف 500 جرام صعبة يعني؟ اكرمني في هذا، اشعر انا بسلم عليك في العيد يعني، انا لا استطيع ان احضنك قبل رمضان، عايز احضنك بعد رمضان يا اخي، سبحان الله، عايز يدي تصل الى ظهرك، سبحان الله. فدي نقطة ثانية خلاص، وهذه وصية غير منفذة. أنا أقول لكم الوصايا اكتبوها كده، الوصايا غير الواجبة، هي وصايا واجبة ولكن غير منفذة. طيب الأمر الثالث، المهم تكتيك رمضان، أذن المغرب خلاص، استأذن النائم من 14 ساعة إذنا لطيفا مهذبا، وأنا عارف أنك أبو التهذيب وأبو الأدب، ما ينفعش توقظ الولد اللي عنده 10 سنوات الساعة 2 بالليل فجأة وتروح ماسك له كتاب الكيمياء. قول لي الفرق بين راذرفورد والفرق بين مش عارف مين، الفرق في الرياضيات ما بين نيوتن وما بين سبحان الله، الفرق في نظرية المال لكارل ماركس ونظرية النقود عند كينز. لو الولد استيقظ فجأة على هذا بالله عليك يعمل ايه؟ هيقول لك انت مين؟ صح ولا لا؟ الام تقول له ابوك. المهم يعني انت المعدة هذا الطفل الوديع النائم منذ 14 ساعة خلاص؟ فان ايقظته فايقظه برفق. يعني ايه ايقظه برفق؟ خذ شيء من التمر، شيء حسوات من الماء، تستيقظ المعدة وتعلم
أن على بعد دقائق سوف يحاق بها المكروه كله. بالك أنت فتستيقظ، روح صلي المغرب. لما تصلي المغرب المعدة تبدأ في العمل. إذا هجمت عليها هجوما كاسحا مرة واحدة يحصل مشكلة. فإذا هجمت الهجوم الكاسح وتذهب لتصلي وراء الشيخ كما قلت لك مرارا، الشيخ الحمد لله ما فيش حد الآن بيصلي بجزئين وثلاثة وأربعة، ده هو يعني ما شاء الله فضل يخف ويخف لغاية ما الله أعلم هل هيقرأ ما يتأثر بعد الفاتحة ولا الركعة تصلح يعني. سبحان الله، الشيخ قرأ ثلاث آيات من آل عمران، من البقرة، من آل، سبحان الله. فأنت البط يعني أعانها الله يعني ممتلئة، الكرة انتفخت إلى أن لما ركعت ما فيش أكسجين، لما سجدت في أول أكسيد الكربون لا إله إلا الله، فتقول ياه الشيخ في أول ركعة قرأ بنا البقرة، البقرة دي في بطنك أساسا، البقرة دي أنت أكلتها، فلما صليت ولو ما قرأش بقرة ولا غيره قرأ بقرة، قرأ 286 آية، ده هم ثلاث آيات. الله يرضى عليك، أرح المسألة، أيقظ المعدة ثم صلي المغرب ثم اجلس على الطعام. الله يرضى عليك. يقول الشيخ تقدر توزع علينا جهاز نعرف به تطبيق الحديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ ها؟ انا عندي جهاز، ايه رايك؟ تحبوا تاخدوا منه نسخه؟ في حد عنده استعداد؟ طيب كله عنده استعداد ما شاء الله عليك، ما دام هناخد يعني لم فيها اخذ قرار، طب اعطيني اعطيني انصات، طب اعطيني القى السمع وهو شهيد، اعطيني قلب حي، اعطيني تطبيق. المهم خذ يا سيدي، المقياس الوحيد انك فعلا تضمن انك اكلت ثلث الطعام ان تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة فيه. عامل انك مش فاهم، لا مفهومة دي، مفهومة دي سبحان الله. يعني تاكل وانت لسه نفسك ايه تمد يدك، لا امسك عارف الولد لما يربطوا له يده، المهم يعني اربط يدك بعيدا سبحان الله، واخد بالك؟ فاذا انت تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة في الطعام، بس في فرق بين تقوم وتقام. تقام يعني استند يا عائشة، استند يا خالد، استند يا ام محمود، وام محمود خلبانة عندها النقرس وعندها الديسك بتاعها والفقرة القطنية والبطنية، هي جاية من مشوهة من بيت ابوها اساسا من 20 سنة، وانت كملت التشويه سبحان الله، هتقومك فين؟ ما عندهاش مقدرة، لكتر خيرها وقفت نصف ساعة في المطبخ يعني فقضت عليها. المهم فالله يرضى عليك، قوم بنفسك، عارف اعتمد على نفسك، لما الواد يمشي جديد كده وبعدين ايه يحطوه الاول في مشاية وكده، اول ما يسد اقدامه ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا عايزك هذا الطفل تمشي لوحدك وتقوم لوحدك، مش تبعث على المائدة لوحدك، لا لا، انت في غيرك، في غيرك بيأكل سبحان الله. فالله يرضى عنكم، الولائم تضر بنا في رمضان. انا عارف ان العربي كريم والمسلم كريم، لو أقللنا من ولائمنا في رمضان لكان خيرا لنا. اسأل الزوجات وهم أهل كرم، قل لها شوفي اليوم الأول عندي أبويا وأمي وإخواتي وأزواج إخواتي وجيرانهم سبحان الله، اليوم الثاني عندي زملائي في العمل، اليوم الثالث بالله عليك والله إيه رأيك أن إحنا نغلق مسألة الولائم دي ونروح نتفرغ نصلي العشاء والتراويح في المسجد؟ بالله عليك اسألها السؤال ده. تروح يا شيخ والله انا اقول ان جدك الله يرحمه كان راجل صالح، ورث فيك حته الحمد لله انك تحب ايه تريح تريح الزوجه. الله يرضى عنكم، الزوجات يشتكين الى ده، الزوجه مسكينه بعد ما احنا نفطر وناكل ونفطر وناخد الطعام والمعده تمتلئ، ناخد العيال ونروح على المسجد وهي مسكينه تقعد تزيل اثار العدوان لغايه الساعه 1 بالليل. هل هذا منطق؟ دي بيوت مسلمين؟ والله يا ابو فنان انا يعني انا في عجب وذهول ان احنا نكرر هذا من بدايه السبعينات، انا عن الشخصيه وعلماؤنا من قبلي وانا متطفل على موائدهم سبحان الله. فالله يرضى عنكم،
هذا في رمضان. طيب قضية السحور الله يرضى عليك احنا فاهمينها غلط، فاهمين السحور ده غلط تمام. احنا مفكرين ان المعدة دي مخزن، خزن يا ولد عشان ايه يعني يمر بك الامر في سلام. خلي بالك انت والله في النرويج اخواننا قالوا هنا يا شيخ بعد كم كيلو مدينة اسمها كورونا الشمس يعني تغيب وتطلع في نفس الوقت، وتنفسي اجيب المريدين بتوعي يصوموا هنا عشان يصوموا 24 ساعة ويشوفوا يسألوا الاسئلة الحقيقية. المهم مش تعذيب والله تهذيب، تهذيب واصلاح. فالمؤمن سبحان الله الله يرضى عليه يدخل عليه رمضان لازم يتغير حاله، لازم يكون عنده همة، لازم يكون عنده. شوف اذا انفقت في رمضان ضعف ثلاث اضعاف الذي انفقته في شعبان فاعلم انك ما صمت رمضان. بس هو شهر الصيام، شهر الصوم، شهر الصبر سبحان الله. فالسحور احنا فاهمين غلط. السحور عبارة عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولو حسوات من ماء. بس لا ده قاعد وايه ومسك الساعة ويسأل بنته يا محاسن. والله محاسن انت خبيت فيها محاسن يا راجل يا طيب. الفجر اذن لسه يا ابوه اديني. هو شوف مع اخر ومضة تدخل اخر لقمة ويسأل بك هو يا شيخ اتوقف لما يقول الله اكبر ولا قبلها بشوية؟ بصراحة يعني انا جربتك ياريت قبلها بثلث ساعة خلاص. اسمه كان زمان يسموه مدفع الامساك، يعني الامساك يعني ايه؟ مش مرض يعني بعدها لا، تمسك عن الايه؟ تمسك عن الطعام والشراب تلت ساعة، ادي نفسك براح لخلاف المواقيت تلت ساعة. يخطب بتوع الفلك ربما التوقيت ثلث ساعة اللي قراءة 50 آية، يعني توقف وابدأ يومك بقراءة 50 آية حتى يؤذن الفجر. طيب في ناس من العادات العجيبة يقول انا لا افطر في نهار رمضان الا لما اسمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا حي على الصلاة. يا عم هو لما المؤذن قال الله اكبر دليل على ان الشمس ايه؟ غربت. وانت افطار باذان المؤذن ام بغروب الشمس؟ بس خلاص بدي ايه؟ حلوة دي لك هذا خدت منك، خدت مني معلومة طيبة اليوم. انا اول ما تغرب الشمس يباح لك بايه؟ النقطة الثالثة، رمضان فضاح. يعني ايه فضاح؟ واحد مدمن تدخين، ربنا يتوب على كل مدخن، ويبغضه في السجارة ويبغض السجارة اليه وفي الارجيلة وما شابهها وفي الايه اسمه ايه المدواخ ولا اسمه ايه؟ في المدواخ اشوفه ابننا عارف المدواخ مش عارف. بسأل ولد من عيالي بقول له انتوا كم في الصف يا ابني؟ قال لي 25. قلت له كم واحد بيستخدم المدواخ؟ قال 22. الحمد لله رب العالمين. المهم يعني المهم ما علينا ما علينا. فرمضان يفضح هؤلاء يقول لا انا لا استطيع ان افكر ولا اكتب ولا ارسم الرسم الهندسي ولا الا اذا اخذت سيجاره ودخلتها. فرمضان يفضح هذا يقول له اذا انت يا بطل اكتشفنا فيك عزيمة قوية انك تستطيع ان تتوقف عن التدخين من الفجر حتى المغرب، اذا اكمل جميلك وعود نفسك ان ان شاء الله رب العالمين قلل كل يوم في رمضان كم التدخين على 30 يوم ان شاء الله تكون اقلعت عنه باذن الله رب العالمين. ثم انت في ناس من ادمانها للتدخين انها تفطر على السجارة، يعني يدخل بعد الطاعة ما يغضب به الله عز وجل. وقلت لك ان التدخين حرام عشان قولا واحدا، التدخين حرام مش مكروه، التدخين حرام مكروه. قلت لك من قبل تشرب كام مكروه يا صاحب المكروه؟ يقول لي اشرب في اليوم 20 مكروه. طب العشرين مكروه لما نصححهم ما يطلعش واحد حرام. مكروه 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 مكروه، ده انا لو غلطت في ابويا غلطتين يمشيني من البيت، صح ولا لا؟ مكروه مكروه على حياتك داخل المكروه سبحان الله. اذا رمضان ايضا فضاح انك اغلقت المصحف 11 شهرا واكتشفت ان فتح المصحف سهل والقراءة فيه ميسورة وجميلة وتشحن الصدر وتشحن القلب وتنير حياة العبد، فتكتشف انك مقصر
وهجرت كتاب الله دون داعي ودون أنا أريد أن أقول لك هذه وصايا سريعة.